تخنعت والله لما تقول لي قولي اشنو واقع اشنو وقع. غني كون طايح على قرني ولا ضربني سي جي شيكر باش نزيد انا دقيقه في هاد الدار فهمتي. ها واش عيب الله ولا كل شيء بحال بحال هاد الدار ولا بحال السطر بحال القب دوي بصات انا درجه شي حوايجك قولي دابا شنو وقع يلا قولي شنو وقع. ويلي باقي عندها الوجه تقول لي شنو وقع واش انا ندبهك ونندبهك سيري بعدي مني خلينا نجمع حوايجي بعدي مني تاع شنو الحوايج غادي تجمع اش من هاد الحوايج 10 يوم اختي والكرتونه اللي جيت بها النهار الاول ها هي كثير الحوايج اللي في سد عامرين برغوتو وكمل يلا داك الحوايج جامعيني معاكم هاكي لبسيهم انت لبسيهم سيري لبسيهم قلعت تقاشر حتى هما تقاشر ديالك هما ها تقاشر عباد الله هاك سيري ديرهم قفال لا ها شوفي شوفي فين وصلنا صافي 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 شوفي فين وصلنا صافي صافي ما تقلقش راه انت هو الراجل ديال الدار وانت هو عمارة الدار انا راجله ترى انا خاصني فولار ترى انا خاصني ديال الحرقوس راه الراجل هذا سيري تبعها سيري تبعها هذا الراجل صافي صافي ما تقلقش الله تبعني كانت كتبعني قبل ما طيح على راسها اما دابا اللي عطى الله عطاه واش انا كنبغي في راسي انت كتشعلي فيها صافي اختي راه بغيت نقول لك انا ديها في راسك ما تقول لي انا نقول لك تبعني اجي انا لا اجيتي انا اللي غنرك مرتي ماشي انت انت يا مولا الدار قعدي هنا صافي 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 فؤاد الله يهديك قعدت بلا مشطره جي مويلي راه انت راجلي وعزيز عليا راه اللي تمسك تمسني الله اكبر راه ما كاينش اللي يمسني قدك يا عباد الله راه ما كاين اللي خرج فضحتيني فضحتيني يا عباد الله راك فضحتيني صافي صافي بقى بحالك بقى بحالك سبحان الله العظيم يا خويا وليت كتشبه لي على الراجل الاول سيد عبد الرحمن مول مول الفران ام هذا الطاقم يا جد في البيض اه يا ناري مهمتي واش عيب الله واش انا بقلتي وقامتي قدامك وانت ما تشبهيني على بالك لا 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 والله لا انت زين عليه ياك وقول يا عبد يا فمك اييه غير هو كان زين عليك في جيبه ياك لا لا هو مزيان واش عيب الله عندك شي وجع قولي لي اللي جايه فضحاني قدام صحابي اه دوي جايه هكا قدام صحابي كتفضحي فيا صحابك هذوك تاع صحاب سير سير اعطي راسك قيمه وتصاحب مع اللي في المستوى ديالك ياك اييه واخا لا ما قلتي عيب انا لا لا اش غادي ندير فين غادي يا خويا صافي هذه حفيان نقلب على صحابي اللي في مستوايا لا لا صافي صافي وفؤاد نحس الشيطان وقول واحد والله مش تراجم الغضب كيوقع ها انت تي الحوايج شكون جبد امي فين ما عرفت انا تي كيف كيوقع ساعتي لله ساعتي لله اش كاين عرب مالو شكون كيقلب على الماكينه هكا ناري 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 ياك واش شكون عبدو انا عبدو مالو انا عبدو نحت منا عبدو عبدو بعد مني بعد مني انا غنتجنن عبدو عروق بعد مني عروق عبدو هاد الحيط مطرقي واش تطيط خلينا من هنا واش تطيط بعد مني عبدو شوف واش عيب الله انتو ما يستاوكش واش الراجل بعيد جود يا مرت ولدي شوف خدم عقلك انا مع حرية الفنان حرية المرأة شوف عبدو عبدو خليك صاحبي راه ندخل فيك تدا عبدو عبدو خليني ارجوك عروب حيد حيد الشقور حيد ناري عبد الله ونشدو راينا شديدو عالنحرو عروب القانون فوق كل شيء زلوي وجو النحس دي مصنع الهراش الغوات ما لقيتش معكم راه حتي فهاد السكنه باركتا حيت الشتاء وليتي كترسم بالشقور فكره ممتازه استاذ تنا ما كرهتش داك الراس عندك يكون لوحه تهدا طق لنا طق الشقور جو النحس وانت عروب ماك توحشتي دري ولا مو وعباد الله وعباد الله دابا يخرجكش واش هذا ما خرج لك الراس راه لحقت عليه عروب 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 واش عقلك كونجي سير فين عمرو فين عمر العقل ديالو خدم باش يكون كونجي وجو النحس السلام عليكم استاذ ما دخلتيش الحمام دخلت الحمام انا دخلت الحمام انتو من اللي فيك انتو مالكم حاضيني مالكم قابليني ما عندكم شغل لا خدمه ولا ردمه
قال لك فنان تا فنان تا تفو تفو معروب علاش قال لي تفو وانت يقول لك تفو ولا ما يقولهاش فرحني عروب واخا ما كنحملكش غادي نعطيك واحد النصيحة وانت قول نصيحة الراس عروب ويا تفاخي واش انت كإنسان حضري واش باغي الدري ولا باغي مو وانت هادي المصيبة والدري باغي مو بالعقل ماشي بالشقور نادي 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 قتلتيه قتلتيه يا قتل الروح يا المجرم يا عروب يتمتي الدري وانت باه باقي حي استسمح شكون اللي تقتل اه ده 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 عاد فهمت انت يا الفنان شارك معاه في هذه الجريمه وانت اللي عطيتي السلاح باش قتل الناقه والداعي بالله دابا باغي يحمق لي والراجل باقي ما مات وباقي ما لقيتوش باقي كنقلب عليها عباد الله فؤاد منين جبتي هاد الهضره منين ياسمينه ولا شاهدتها ما دايزاش راه ناوي يقتل ناوي واسمح لي با عروب نقول لك بلي القانون كيعاقب حتى النية واخا تكون يا الله الناوي غادي تعاقب الو نعم مالو عطاك الفلوس كاملة ما عطاكش المقرض كل عطاك هو مزيان هو جي فيسع شد داكسي وجي تبارك الله هو مزيان غير بعدا تفرح هاك النشاط وليدي 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 وهي الكيو يا راه مسخوط مراتو ستيد حاجاتو عدو وليدي 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 ويا الكيو يا تيازمي تعروف جامع الكذوب يا والو حيط الله والو والو حيط الله والو والو والله ما تعاد لا والله ما تعاد شوف وقولوا لي عبد الله فيه والنفع لا وقول لي احذر احذر تدل 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 هو غادي يجي مشاعي يجيب السرعة ويجي وانا عبد الله باقي زابة وعصبر دوي فين هو اش هو النقع والله ما نعرف انا واش عندنا نقع فالزقه ولا انت واش عندنا نقع ولا انا قولوا لي النقع من البارح وانا ساد من البارح من البارح البارح وانت غتعلى تعال قول لي شنو هو النقع شنو هو انتوما هضروا وعروب وانت والله يهديك دوي هدل شويه دوي هدل شويه غتخلي الدري في الزقه وغتغرق حباسات وما زقكمش قولي إلا لقيتي عقل قلت لك سير قول يا عبد الله واش باغي تسطيو علي عاد تصنت عاد قول لي اخباري لا انت شوف عروب عروب انت شوف ياك ناوي تضربو ناوي تضربو شناهو هذا هذا شقور غادي تضربوني إلا ما خديتش غادي نضربك به اه يا حليدي النقا مشى فيها راه حدا الطاكسيات سير حدا الطاكسيات شوف الراجل يموت على ولاده ولا على بلاده حينا الله أكبر فتح الله ونصر تبعوا تبعوا الطريق بن زياد الحق عيدة والله إلا دارها بالصح هي خصني نمشي نوجد إلى داروا العشاء نمشي نحمى سير سيدي عاود وطرح خور يلا عمر زين هاكو سير هاكو هذه مزيانة هذيك مزيانة زيد سير سباعي زيد هاكو سير سير واش تما تما كتصمت زيد ايوا الله واش نتوما تحشموا ولا ما تحشموش زيد تحي انت سيد خل الواد تدخل من الواد اش من الواد بغيت يديك ايوا الله نتوما نعدي قهوة هنا ولا ايوا الله هذا راه محل ديال بيع عشا هذا مهران نحط الكنهضر نتوما اللي معايا الكنهضر مع الجاتو كان غير بحق تاش مني ربحو تا زيد لي فيهم الواد ما الواد اما كان مقلق المعلم ويلي الخبر راه مدرقع ولا عارف راه مازال عندك 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 الزهر المعلم اللي تعطلتي اما راه كنا الليله غنديروا عليك العشاء قالوا هاليك حتى الحومه كلها راه سايقه الخبار وهي سايقه الخبار تاع فاض حراسك المعلم تا جدك ليها كاع تهضر معاه وش هنا هي هنا هي شكون هي هذه انا كاع الناس يقول لي هي ما هي شكون هي وانت عادي اللي دابا اللي ناد على الصداع شدك العده كاع وانا ريم ويمتي راكم ما فاهمين والو عباد الله تعال اعطيني ودنيك انا غنفسر لك وتسنط لك ودني؟ ايه اليمنى ولا اليسرى؟ واش انت باغي تخرجني من عقلي؟ اعطيني ودنيك تسنط لك اش غنفسر لك يا بنادم؟ هيا دابا هو في الحقيقة ايه
جات عندي السيدة، أنا نقول الحقيقة، ولكن اللي خصكم أنتم تعرفوا دابا إنما هو تحية النجا. هذيك مقنعين، هذيك المسالات ديالك أنا راه ما مساليش ليها. ياك مانا ودي العرس؟ عندك إنسان عرض عليا راني نغني لك بالصابور. واش تي حنا في الكيرة ولا في الغنى؟ ومعلم والله مشات أسمعك عروب على ما غنى لك بواحد الشاقور قد له طار ديال الرويشة. إلا ضد القلمري. إيه؟ إيش قلتي؟ شاقور؟ وشنو؟ التالا هو كان يقلب عليك بشاقوره. والسير نقول لك المعلم من الصباح وأنا تنقول لك. كان الناس ديال الحومة قالوا لي راه كيقلب عليك، من هو بغى يتفاهم معاك، بغى يتصالح معاك على الماكينة، وأنت اللي فاهم. ترى كان ناوي ينحر كالمكناقة. فين ناوي ينحر لي؟ مالي أنا وليت عند روسو. ويا عاد الصح، وماشي عاد كان ناوي ينحرك، وأنت راه باقي ينحر. مويتي مويتي شوف دابا ملي لقى ديك ولات في الكيره ولات في الشاقور ايه ما بقى لا عشره ولا هم يحزنوا صافي راه بعد واحد نص سطر ود الحليب ما كاين لا حليب ولا زيتون ولا غاز ولا حتى حاجه برك على جزنا تكمل هنا يلا قال لي قال بيع عشره ومعلم واش حنا غنبيع عشره ولا نزرعوا على الكريانو واش تحمق واش تمسطي واش كان عندك هذا ولا مالك والسيد كيقلب عليك في شاقور باغي يشق لي على جوج وانت كتقول لي بيع عشره عرفتي انت ما يجيك مليح اشنو انت بعدا غدرك على قزلافتك عندك الكون جيب ديدا من دابا مخلص تسالي هاد القضيه زيد عليك غدرك على قزلافتك ها هو غادي ناي 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 المعلم عروق زي قفرتيها ايه ايه موجو موجو تعالى زيد زيد لينا تزيد دقيا هاي اشنو شوف غادي تسد عليك الحانوت ايه وذكر معها ايه ودير القفوله دير ربعه خمسه سته وسير عند بوس البوليس سير عند البوليس علمهم قول لهم راه القاضي كره في الكيره راه خطير سد عليك الحانوت هو الاول ما يمكن ما يمكن انا سقع انا خرب انا بنادم انا السلام عليكم صافي يا سيدي سدينا صافي ما كاين لا بيع عشر لا والو وليش حل هذا الحانوت وانت ماك شغلك نحل ولا نسد شغلك تنسيتي وانا مصيبك على هذه واش عرفتي مع من كدوي مع دا ولا؟ مع من كدوي مع من؟ مع من غندوي يلا؟ اسمح لي نعرف لك نصي هذيك النفس عندك سير ديرها في الرابوز سير فوتني وقليها بنادم رانا طالع الكزلاغ ها دبر راسك الطنسيون عاودني منك عاودني منك معلم جلس 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 هذا ما خافيش عليا راه ما عرفتيش توجهه تا شكون اش بغا يكون كاع؟ تا اش بغا يكون كاع؟ انا سي المكي مفتيش ديال مصلحة حفظ الصحة معلم شتو قال لك جبد لك سميتك وانتم عيب الله انتم انا على من صبعت عيب الله انا من صبعت صبحتي على القاسم المخنطر وصلنا واحد البلاغ وبلاغ خطير جدا ويلي طقنا مني خلعة محمد واه بنادم وترك جايك تقلب على ذاك الفوقاني وي وقلت بس كده شاش واقع قال دابا انما بوا كانت جات عندي مرتو وانا بغيت غنصالحهم بغيت عندي فيه نفس باش يرد مرتو ساعه هو كان يقلب على قفش شاقور هادشي اللي كاين ومعلم راك يقلب على ذاك الكارتون اللي هبط من سته اللي خبزت شنو هو؟ راه قال لك سميتك المكي تزم على قدك الدرقوم علاش غادي يزم هذاك الدرقوم؟ اجي وليدي اش؟ اش الكارتون اللي كتبوا على وليدي؟ انا غادي نفسر لك هو دابا الحقيقه سي كاين عندي جوج مشيشات جوج مشيشات صغار ومخبي ليهم هاد السردين كنخليها تيختر تيخنز تيولي ريحته تعطعط هاد كنعطيهم وياك كده موتا كبان الحيب لعدك اسمح ان كنبيعوها للكليان وخصوصا هذاك العطار والفاخر مولي كياخذوا منا بزاف انا خدام عندو واش تعيب الله واش هذاك فمو ولا شنو هو تزم على قدك الدرقوم زم على قدك الدرقوم نمسي دابا بغيت نعرف شكون اللي قال لك هذا الخبر ماشي مهم شكون اللي قال لنا حنا جينا نتاكدوا بان هذا الشيء راه خطير على صحه المواطنين عبد العالي تعال الهدي اش من عبد العالي تعاقه فرتيها وباغي تزيد ها داكشي اللي دار لك عروب بغيت تكملوا عليا ادوي انت بنادم ولا انت انا تبريت منك يا بنادم نمسي دابا دابا انما واش اش ما فكرتك دابا انما واش غادي نديروا دابا نمسي
غادي نسد الحانوت. ايه غادي نسد الحانوت معلم. ايه عرفتي انا التشبشيبه منين جبتها؟ ايه انا عاد عرفت شكون اللي راني. شكون؟ اقسم ربي شكون؟ ما يكون هذاك اللي بغيت تاخذ لي تزوج لي ام الدري. المهم انت انا بغيت نديرها حسنه ورجلي شجعت لي بومتوي السيد اللي قلب لي شقور انا باغي نرد لها مرته. ثم انا عيب الله ما كنتش ذلك قلت لك. عرو عندي لك اقتراح. ما تبقاش تعصب عروبة. لا لا انا ما معصبش عابد الله. ما معصبش. راه تبقى تقول لي تعصبت ونضرب راسي مع الحيط. وتفهمت يا عبدو شي انا هذاك الناقة كون هاني منه صفيتها لي. شنو؟ كيفاش صفيتها لي؟ ياك ما عروب اقترفت جريمة قتل. تمني طايح على راسي. شوف انا ما ضربتوش بالساقور ضربته بالقانون فهمتي ولا لا؟ انا عباد الله وانا عباد الله اللي خرجت لي على مستقبلي فين غادي نمشي؟ تا فين غادي نمشي؟ موتشو نعم. شنو دار عروب؟ ايه ما فراسكش. لا ما فراسيش. ما فراسكش اش دار؟ جمع لينا واحد الزوقه من العماله وجماعه وجاو الحانوت وقلبوا ديك السرعه وسدوا لينا وداروا لينا ديك الدم من اجل اسعار ولا معطى النفط ولا معطى شنو؟ تمني وعرفت علاش؟ باش نعلمه يتزوج ليا بمرت ولدي. يعني ولدي دابا غادي يولي عنده رجل امه ماشي عنده ما وانا حي. استسمح عروب استسمح وللاسف شديد والكريدي من غناخذوه عروب ما سوقيش ما سوقيش اعطى الضال حوانت من الكريديو وإلا كان باقي غير حانوت واحد ما عنصوم شهر غادي نصوم عام ولا تمشي لما نوليد اللعب انا مالك دابا انت باغي تدخلني في دماغ شوف كون هاني شتي الخدمه غندبر لك عليها مع عبدو. ايه عبدو غتخدم معاه بصح اخويا عبدو غتخدمني معاك موتشو فاش غتخدم معايا فاش؟ ايه قال ليش فاش؟ فاش؟ غتبدا تغسل ليه الشيتات. ايه فهمتي ولا لا؟ ايه ومنين راك كنرد على الصرف مع المكلي نخدم معاك وشحال غادي دير ليا في الشهر؟ راه تعول عليا راني مزيان. فاش غتخدم مع الموتشو؟ ياك عاد كتخلط وكتجرب وكتنيش على اللوحه مالاش فيها؟ ما تقولش كنيش على اللوحة. عرفت غدير الموتشو؟ نعم. سير نيش في جهة أخرى. تفضل حيد نسحب من حدايا. الموتشو زي ريح. طردني. ما تخافش كاينة خدمة أخرى. غادي نطلب عليك هذاك. شكون؟ هذاك المخنطر. قاسم. غادي نطلبو عليك. أيه؟ وغادي نخدمك معاه. وخا أنا ما عرفتش وشحال هادي وأنا كنبري ما عرفت فين خدام وما عرفتوش. كون هاني أنا نطلبو. جو النحس. وجو اللوين واش لقيتو السيبه ها ما حرامش عليك اسمح لي ماشي انت نوض نوض وقف انا نمت اش درتي ما حرامش عليك ها اش درت يا استاذ ضربتي السيد شكون هو السيد النقا وضربتيه بشاقور من الفوق سرته سره كيفاش السيد باغي لك الخير اش من خير خير مزيان هذا خير مزيان حيت باغي يتزوج ليا مات ولدي دابا على اخر ايامي انا عايش وولدي غادي يولي عنده راجل مور مزيان خير اسيدي الراجل كيموت على ولاده ولا على بلاده فهمتي ولا لا ما كاين لا زواج لا والو السيده باغا ترجع ليه وجات شكات منا دابا استاذ تتوليت معاه دابا انت نحاني معاه هذا كومبين بيناتكم قول لي دابا انت معاه استاذ زين دابا هاد عصابك عروب استاذ اشرح لي دابا احنا درنا غير حيله بلاتي دابا قال لك استاذ داروا حيله حيله دابا انا هذه حيله وهو غادي يتزوج ليا مات ولدي دابا مات ولدي غتزوج وولدي غادي يولي عنده راجل مو مزيان هذه حيله لا هو نعصبك على الروب نفهموا الموقف نعم يا استاذ اتفقت انا والراقد والناقه ودرنا خطه بغينا زعما نديرو ليه نفس باش يرجع مراته
وربي ولدو هادشي اللي كاين. شرح له استاذ. طبعا استاذ كيقول لك اسمح لي كيقول لك دار النفس مع النقا الراقد وبرد 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 فهمتي يا عرو ما تعصبش يا عرو لا تعصب لا اهدو اعطيني الشقور لا سلا الشقور هاتوا الشقور ها الشقور ها اللي قلنا الواحد يموت على ولادو اهل بلادو ولا على حانوتو لا عبرد اليوم الدم غادي يقع عمشي تثنى في هالدنيا ما تقلق انا ما مقلق انا مقلق هاتم انا مقلق انا ما مقلق نجا نعم ارجوك شوف شوف هذا غير سوء تفهم سوء تفهم ولا لا ارجوك انا اليوم غادي نعرجوك انا لا لا انا عشو تفهمه انت سوء تفهمت